هني فيها أخوي ماجد وأن يحتسبها، أن عندما يرى الإنسان الصحيح أخوه يعني أخذ الله منه هذه النعمة، يتذكر الإنسان النعمة التي الله وهبها إياه فيقول الحمد لله والشكر لله. فأنت مذكر بالنعمة، أنت الآن في حالك الآن تمشي بين الناس، لو تحتسب أنك تذكر الناس بالنعمة اللي الله أعطاهم إياها فكم لك من الأجر عند الله. صحيح. يعني كندما يراك الإنسان ليس فيها الشفقة والرحمة، إنما تذكير بنعمة الله علينا. يعني الإنسان في غفلة الدنيا ولهوه ونسيانه ينسى نعم الله التي محتاج لها في كل لحظة. يعني الآن لو أنت تستشعر نعمة الله، القلب الآن من خلقك الله ومن نفخ الله الروح في بطن أمك والقلب ينبض حتى 70 سنة 80 سنة لا يقف ولا يمل ولا ها، من الذي أعطاه الحركة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكم نحتاج أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وفي هذه النبضة تخيل نبضة واحدة ينبض قلبك، جميع أنحاء الجسم من جميع الأجهزة في الجسم تستفيد من هذه النبضة، ولو توقفت النبضة تعطلت جميع الأجهزة. فكم نعمة داخلها ملايين تريليونات النعمة، حتى قالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنا يعني حتى أشكر على كل نعمة كم أحتاج من الوقت. فمرورك أمام الناس فنقول الحمد لله وشكر لله، ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، وأن الله سبحانه وتعالى يجمع لك ما بين الأجر والعافية، وأن الله يرفع درجتك يوم القيامة. فضل الله سبحانه الله وتعالى. عندي أبو إبراهيم عندك مشاركة، عندك مشاركة بس كان أبو علي عنده موضوع. لا أبو علي، أبو علي يصل دوره. لا صرت المقدم ذيك الساعة. لا نقطعناه قبل شوي.